الو، اهلا يا طارق. لا 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 يا شروت، انا بجد زعلان منك. اه والله مش بكلمك انا من امبارح، ما بترديش عليا ليه؟ انا قلت لك الشله دي هي اللي هتضيعك. هكون فين يعني؟ في الكليه. لا مفيش حاجه اسمها مش هتيجي النهارده، لا في محاضرات مهمه، اه وفي كمان اجتماع لاسره المستقبل. يا طارق والله صحيت وخرجت من الاوضه كمان. اوكي مش هتاخر، باي باي. باي. صباح الخير يا داد. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه اللي صحاكي بدري؟ طارق قلق منامي، عايزني اروح الكليه. ولد ابن حلال وطيب، وهو ده بقى اللي هيصلح حالك. طب اقول لك ايه، ممكن تعملي حاجه كلها عشان اعرف اشرب سيجاره؟ حاضر. أوكي. يلا يا ميرفت، ودي الصينيه دي بسرعه يلا. وما دام بقى صحيتي بدري، انا هعمل لك فطار يقويكي طول النهار. امال الصينيه دي رايحه فين؟ لسكر. سكر مين؟ ابن عمكم. وده ايه اللي جابه تاني يا دادا؟ معرفش، هو اصله جه امبارح، وبعدين هو قال ان هيقعد هنا على طول. يا نهار اسود، يقعد هنا على طول يعني ايه؟ لا الكلام ده ما ينفعش. لا ده ماشي. يا نهار اسود، هو انا عكيت ولا ايه؟ لا الكلام ده ما ينفعش، اقعد هنا على طول. يا مال الحقيني يا مال. يا ليلي اصحي يا ليلي. انا كل ما اتكلم تقول لي هوش بس. ابوس رجلك يا عم مزلع. ده ابن عم البنات هريك ويخرب بيت سنين. هيموتني يا عم مزلع. انا هوريك. طب تعالى خد الفاس يا عم بطل. يا ريكو سيبه يوريك وما توديش نفسك في ده. سيبه يالا. يخرب بيتك. تعالى مزلع. ايه اللي حصل؟ تعالوا شوفوا بنفسكم. ما كانش العشب يا عم مزلع. الاستاذ سكر ابن عمكم. ماله سكر؟ بقيت هنا من امبارح. وده ده خيريه بتقول انه ناوي يقعد هنا على طول. ايه هو الجانب فعال ولا ايه؟ يعني ايه يقعد معانا في الفيلا؟ بقول لك ايه يا عم مصلح؟ ايه مية الحمام دي نضيفي؟ اصلي شربت كتير قوي. انا مش قايل لك قبل كده ما تشربش من المية دي؟ وبعدين في حاجة تانية يا سكر، مش اي حد داخل ولا خارج من الفيلا تقول له انت منين. وهاني لازم اتطقص عن كل صغيره وكبيره، انا مش في الفيلا دي طرطوق. الفطار بتاع حضرتك في الاوضه يا استاذ سكر. طيب روح انت دلوقتي يا ميرفت. تسلم ايدك يا ميرفت. بقول لك ايه، هو انت منين؟ من شربين. اجدع ناس. شوفي حالك يا بنتي، روحي روحي روحي، وانا كمان راح اشوف شغلي، واذا عوزت حاجه ابقى ازعق عليا. لكن انت ما قلتليش يا عم مصلح، هو انت منين؟ انا زرع شطاني يا ابني. يعني منين يعني؟ يا دادا في ايه يا مالك؟ مين اللي دخل بني ادم ده الفيلا؟ معرفش، انا صحيت من النوم لقيته في اوضه الدكتور. كمان دخل اوضه بابا؟ لا ده اكيد مش طبيب. تعال يا دادا. يا ساتر استر يا رب. دول شكلهم شياطين يا عم مصلحي. الخوف كله من الانسه ماجي دي، حتى اربقها فوق دماغه. المهم دماغنا احنا، دول قرايب في بعض ومصيرهم يتصافوا. اكدت عليه عم مصلحي ما يجيبش سيرتنا ان احنا اللي دخلناه. لا ما تخافش، قلت له مش هجيب سيرتنا خالص. طب تعالى معانا نشوف ايه اللي بيحصل. يلا. يا اهلا وسهلا يا خطوه عزيزه. بسم الله يا بنات عمي. ايه بنات عمك؟ انت هتستعبط ليه الغرض دي بس؟ انت جيت الفيلا امتى؟ امبارح بالليل. طبعا بقى جيت تتسحب في الضلمه زي الحراميه. لا وحياة دي النعمه، انا ما اتسحبتش، انا دخلت من الباب حتى اساله فتحي ومصلحي. ومين اداك الاذن تدخل اوضه بابا؟ الست خيريه الله يكرمها، هي اللي فتحت لي الاوضه. وبعدين مالكم يا بنات عمي داخلين في شمال كده؟ بدل ما ترحبوا بيا وكل واحده فيكم تاخدنا حضن. نرحب بيك؟ لا ده انت مجنون بقى. الجدع ده مهيس. انت اكيد بتشرب حاجه صح؟ لو سمحت لم الكراكيب بتاعتك ومش اطلع بره. بتطرديني يا بنت عمي؟ هي دي الاصول برضه اللي انتوا اتربيتوا عليها؟ وهي الاصول برضه انك تدخل بيوت الناس من غير استئذان؟ في دي بقى عندك حق، ركبتني الغلط. ما انا لما جيت بالليل ما كنتوش موجودين، وعلى حد علمي رجعت متاخر. ممكن اعرف كنتوا بتعملوا ايه بره البيت لوش الصبح؟ انت وهي. لا 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 لا، انا مش مصدقه نفسي. هو احنا المفروض نطلب منك الاذن؟ وبعدين انت مين اصلا؟ سكر ربيع الطلخاوي. لحقتي تنسيني؟ انت هتهدي وتدي معاه في الكلام؟ يلا بنادم انت بره 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 عليا يا بنت عمي، بدل ما اطقلك عرق.
ما تقولش بنت عمي تاني بدل ما خنفك. فتحي مصالحي تعالوا ارموا الجدعه ده بره. طالما بقى وصلت لرموه بره انا مش هتعتع من هنا، والبيت ده زي ما هو بيتكم بيتي انا كمان. يا دادا. نعم يا بنتي. اطلبي البوليس